مشاهدينا الكرام في كل مكان تحيه من القلب، واللي متابعينا كمان على قناه ايجيبت 1. النهارده من خلال مسابقتنا الغنائيه هيكون معانا مجموعه من الشباب الصاعد، واللي هيسمعنا اغاني لزمن الطرب الجميل، واللي هيكون الحكم الاساسي في نجاح الفائزين ان شاء الله معانا هو حضراتكم من خلال دعمكم والكومنت كمان المشاهدات بتاعتكم واللايك. كل ده وهنشوفه مع بعض على ايجيبت 1. اول متسابق معانا هيكون مؤمن صالح 16 سنة. في قلبي غرام مصبرني على صمك وطول رجعنا لكم من جديد، ودلوقتي معانا رؤى منير 13 سنة.
الشبيبة الغالية وهاتلي دهن راسي مشاهدنا في كل مكان، يا ريت نكون انبسطنا النهارده من الاصوات اللي سمعناها. لسه في اكتر واكتر، تابعونا على ايجيبت وان. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا مشاهدي قناه ايجيبت وان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة جديدة سعيدة عليكم يا رب وعلى كل الأمة العربية وعلى كل المصريين. النهاردة أول حلقة من برنامجكم نقطة ومن أول السطر، برنامج اجتماعي هنناقش فيه معظم القضايا الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية اللي بنمر بيها واللي مفيش بيت في مصر بيخلى منها. بس الحقيقة النهاردة احنا وفريق الإعداد قررنا نختار أو نبتدي بحاجة مهمة جدا، هي أساس في حياتنا، كلمة مكونة من 5 حروف، الأخلاق. اتغيرت الأخلاق عن زمان، طب إيه اللي حصل؟ يا ترى العيب فينا ولا في الزمن؟ اللي قابلينا قالوا العيب مش في الزمن، العيب فينا إحنا. هنحاول نسرد مع بعض كده من أول ما بنصحى الصبح لغاية لما بنرجع بيتنا بالليل، حياتنا عموماً إيه اللي حصل فيها؟ ليه أخلاقنا اتغيرت؟ ليه ما بقيناش شبه أبائنا وأمهاتنا؟ مش هقول شبه أجدادنا وهرجع لورا قوي كده، كفاية أبائنا وأمهاتنا. ليه اتغيرنا؟ ليه ما بقيناش زي الأول؟ نقطة ومن أول السطر. أخلاقنا في بيوتنا، أسرة مكونة من أب وأم وأخوات، كان إيه اللي بيحصل زمان وإيه اللي بيحصل دلوقتي؟ تعالوا كده نسلط الضوء ونشوف زمان كان بيحصل إيه. جرس المنبه يضرب، تصحى الأم من النوم ويصحى وراها الأب، تبتدي تصحي أولادها ويبتدوا يتجمعوا على سفرة واحدة يفطروا مع بعض، وبعد كده ينزل الأب في إيده أولاده، كل واحد فيهم يروح على مدرسته أو يروح على جامعته، والأب يروح شغله. طيب وإحنا نازلين إيه اللي حصل مع الجيران وإيه اللي حصل مع جيراننا في البيت وجيراننا في الشارع؟ كان زمان وإنت نازل بتسلم على صاحبك طارق وصاحبك علاء وصاحبك خالد، النهاردة تقريبا وإنت نازل من البيت بتدارى أو ممكن تشوف جارك وما تقولوش صباح الخير ولا سلام عليكم. دي برضو كانت أخلاق. أخلاقنا مع القرايب وصلة الرحم. أنا عايز أسألك سؤال أو أسألك سؤال، يا ترى آخر مرة وصلت رحمك كان إمتى؟ آخر مرة رحت خبطت على عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك على قد فنجان قهوة أو كوباية شاي كان إمتى؟ هتلاقي نفسك واقف قدام السؤال ده حيران، فعلا بقالك كتير ما عملتهاش، عشان دي برضو كانت أخلاق. طب أنا هقولك على معلومة تانية، تعرف إن صلة الرحم بتوسع رزقك؟ يعني اللي بيصل رحمه ربنا بيوسع رزقه
وبينزل عليه بركات من السماء والأرض. احنا وصلنا لمرحلة ان حتى الرزق بتاع ربنا بقينا رافضينه، مش عايزين الرزق ده لاننا ما بنصلش ارحمنا. كنا زمان بنشوف كل اسبوع او على الاقل مرتين في الشهر كل افراد الاسرة بتتجمع، مش اسرتك في البيت لوحدك، لا بتلاقي والدك خدك من ايدك ومعاك مامتك وراح زار عمك او راح زار خالك، دي كان اسمها صلة رحم عشان برضو كانت اخلاق. لكن النهاردة اللي بيحصل بعيد كل البعد عن الاخلاق وبعيد كمان عن الدين. ياريت نفكر في السنة الجديدة ازاي نصل ارحمنا ونرجع لعاداتنا بتاعت زمان، لان زمان كانت الدنيا فيها بركة، وكل الحاجات ديت والاخلاق اللي احنا فقدناها بسببها فقدنا البركة وفقدنا حاجات كتير قوي في حياتنا. نقطة ومن اول السطر. كان زمان في عادة ان كل شهر او كل اسبوع او على الاقل مرتين في الشهر بتلاقي والدك او والدتك رايحين يزوروا قرايبهم ورايحين يزوروا اهلهم. النهاردة الكلام ده ما بيحصلش، بقى مقتصر على التليفون فقط. يا اخي ده النهاردة ممكن تعزي قريبك على التليفون. طب اقول لكم على حاجة تانية، زمان لما كان بيحصل حالة وفاة في اي شارع كان ايه اللي بيحصل؟ كان عيب جدا انك تشغل التلفزيون. دي حصلت معايا انا شخصيا، كانت في حالة وفاة في الشارع وطلعت وانا طفل صغير مش فاهم حاجة ولا واعي انا بعمل ايه، شغلت التلفزيون. كانت النتيجة ان والدتي شخطت فيا او زعقت لي ان عيب نشغل التلفزيون. النهاردة بيبقى عندك حالة وفاة في العيلة بتاعتك وممكن ما تروحش تعزي، وبتكتفي برسالة على التليفون او كومنت على الفيسبوك. اتغيرنا كتير، يبقى العيب مش في الزمن، العيب فينا احنا. اتمنى ان احنا واحنا داخلين على سنة جديدة نعيد تقييم الامور من اول وجديد، ونبتدي نبص لاخلاقنا، اخلاقنا واحنا في الشارع والمواصلات العامة، يا ترى زي زمان؟ يا ترى انت بتقدر تعمل النهاردة الحاجات اللي كان ابهاتنا وامهاتنا بيعملوها؟ طب انا هديك مثال صغير. لو انت النهاردة في مواصلة عامة، اتوبيس، مترو، ودخل عليك راجل كبير في سن والدك او ست كبيرة في سن والدتك، يا ترى بتقوم من على الكرسي عشان تقعدها؟ ما هي دي برضو اخلاق وبتؤجر عليها وبتاخد ثواب، بس للاسف الكلام ده ما بيحصلش. انا موقف حصل معايا شخصي، كنت في مواصلة عامة وطلع راجل كبير في سن والدي بس كان بعيد عني شوية، وبالصدفة واقف قدام ولد وبنت سنهم ما يتعداش 16-17 سنة، بس محدش فيهم فكر يقوم له. اضطريت ان انده للراجل واروح اجيبه من ايده واقعده على الكرسي اللي انا قاعد عليه، عشان دي اخلاق اتربينا عليها في بيوتنا واحنا صغيرين. طب النهاردة الاب والام بيقدروا يعلموا ولادهم الكلام دوت؟ يعني مثلا يوم الجمعة كنا بنقعد قدام الشيخ الشعراوي نتعلم اصول ديننا ونتعلم برضو الاخلاق بمنتهى البساطة، هل ده بيحصل النهاردة؟ للأسف ما بيحصلش. أتمنى من ربنا مع السنة الجديدة إن إحنا نعيد تقييم الأمور من تاني ونتحلى كلنا بالأخلاق، عشان خاطر الأخلاق حاجة مهمة جدا في حياتنا. أشوفكم بخير. زتونة زتونة وخال وليد، مشاكلهم أهي بالعبيد، وحلولهم ولا هي بتنفع، أونطة ولا بتفيد. شهدتنا بالملايين، نمشي في أي حتة ترن ولا حد عارفنا مين، نمشي في أي حتة ترن ولا حد عارفنا مين. احنا عطاولة واسأل عنا، كله بيسأل عن أخبارنا، نجومية والشهرة دارنا، نفشل حتى نيوم فكرنا. الكل يطير أكشن. امشي يا واد روح روح بلا وكسة، شكلك بق طالع من حدسة. امشي يا واد روح روح بلا وكسة، شكلك بق طالع من حدسة. شهرة ايه
اليومين ده بس يا ربي، انا عملت ايه النهارده بس؟ مخرجه ومعده برامج وعامله نظافه، ده ناقص اعملهم شاي وقهوه بقى بالمره، ما عادش ناقص الا ده بقى. احلى فطار لسبع صنايع. زودت جبنه يا عم رمضان؟ فضلت العلبه كلها. وسكر الشاي؟ حطيت لك معلقه عشان الرجيم. طب يلا اتكل بسرعه. مساء الخير يا تونة. مفيش مانع؟ مفيش مانع ايه يا ست وانا بطلب ايديكي؟ ازيك يا فاتن؟ خليك في حالك، جاهزين؟ جاهزين. 3 4 2 اكشن. يرحمكم الله. اعزائي المشاهدين، اما تطلع من الكادر هنبدا البرنامج. اعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم في اولى حلقات برنامجنا زيتونة وخال وليد لحل المشاكل اكيد. اعزائي المشاهدين، عايز اقول لكم عملنا مجهود جامد انا والواد ابن اختي عشان نعمل البرنامج ده، تعبنا وحاولنا وفكرنا في فكره جديده. هنتعب اي نعم، بس انتوا ترتاحوا. فكره البرنامج سهله جدا. اولا انتوا هتقولوا مشاكلكم، هتتصلوا بينا، هتبعتوا لنا على الفيسبوك تقولوا لنا مشاكلكم، وانا وزاد منور يا زيتون بنورك اولى حلقاتنا هتنبسط. ماشي. هنحل المشاكل سهلة بسيطة، هنعمل مجهود جامد عشان نحل لكم المشاكل بتاعتكم، ونطلع فاصل ونرجع تاني في برنامجكم زيتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد. منور يا ولد. منورك. الله يحفظك. ورجعنا لكم بعد الفاصل بحلقتنا زيتونة وخال وليد، وعلشان نبسط الحكاية بطريقة سهلة وبسيطة عشان مش فاهم أي حاجة من اللي خالي بيقولها دي، انبسطها بخمس حلقات بس. خمسة؟ هتعرف؟ اه. يلا بسط يا زيتونة، قول الخمس. مش كلام عليك. كلام علي ايه؟ اعزائي المشاهدين هيبسط لنا في خمس حلقات، احنا محضرين كويس. يلا يا زيتونة قول لنا الخمس حلقات اللي ابدا. بقول الله، اول حلقة احتيال سرقة الهوية. ايوه، احتيال ايه؟ سرقة الهوية. ماشي. والتاني حاجة احتيال الوادي. احتيال الايه؟ الوادي. احتيال الوادي؟ جديدة دي، اقسم بالله ما سمعتها لا في بروفات ولا في ماشي. التالت حاجة؟ التالت حاجة. أيوة. ثلاثي الأبعاد. اه ماشي. ورابع حاجة؟ أيوة. الاحتيال النظيف. احتيال نظيف؟ الله، كمل كمل. باين انت ملخص. أيوة. ابن اختي، اقسم بالله ابن اختي. وخامس حاجة؟ خامس حاجة التسوق بالعملة. التسوق بالعملة؟ التسوق بالعملة. التسوق. أعزائي المشاهدين، بعد ما ابن أختي زيتونة وصلت لنا الخمس حالات اللي هو قالهم، هنحاول نشرح لكم إزاي تكون تحمي نفسك من النصب الإلكتروني. النصب الإلكتروني ده عبارة عن أي احتيال على السوشيال ميديا، يعني ابتزاز، ازاي يبتزك وياخد منك فلوس، ازاي يستغلك ويطلع منك فلوس، ازاي يشهر بيك. والنهارده ان شاء الله هنقول لكم الحلول ازاي تبعد عن الحاجات دي كلها. فاصل ونرجع تاني مع برنامجكم زيتونة وخال وليد لحل المشاكل اكيد. الله يفتح عليك يا ولا. لا بس خمسه حلوين. طب دبسني في الخمس حالات يا ابني. مش انت اللي اخترعت قلت خمسه؟ انا كنت هقول اتنين بس، انت اللي قلت خمس حالات فقلت اشوفهم يعني اتعلم. دبستني يا وليد. وليد؟ ولا وليد ايه في عينك؟ خال وليد يا يا فسل. يا حاضر يا تون، هنطلع. يلا 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 هنطلع تاني. يلا. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني وحلقه النصب الالكتروني في برنامجكم زيتونة وخال وليد لحل المشاكل اكيد. منور يا دنايا. أعزائي المشاهدين، عشان تحمي نفسك من النصب الإلكتروني، أول حاجة ما تدخلش على أي لينك أنت ما تعرفوش. تاني حاجة إيه يا زيتون؟ عايز أو تدخل على رابط عشوائي. حلو حلو، رابط عشوائي أو خبر مثير لفنانة ماتت بتاع، ما تدخلش على الحاجات دي صح؟ ماشي. آه، رابع حاجة؟ رابع حاجة أقول أنا. قول أنت. مواقع الإباحية. أه والله، أوعى تدخل. بص، أي رابط يجي لك من المواقع التعبانية دي ما تدخلش، يعني ما يعني الحاجات اللي أنت ما تعرفهاش ما تدخل. تدخل على خالك، مرات خالك، تتصفح، صح؟ تدي رقم السر لحد.
وبتدي الرقم السري للحد. ايوه كده انتوا عارفين حاجات، اقسم بالله يا ابني احنا ما نعرف الحاجات دي، احنا خلاص يا ابني حكم السن بقى. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف رسايلكم، هنقرا الرسايل بتاعت اول حلقه معانا مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. الله يحفظك. الله يخليك حبيبه زتونه. خرجتوا ليه من الحلقه يا مدهول على عينك؟ عندكم دخله تليفونيه يا ست. الواد مزنوق مني وعمال يغمز ارجع فاصل، ارجع من الفاصل يا زتون. يلا ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا مكالمه ونقول الو. عرفنا بنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. انا مدرس من المعاني وعايز احكي عن موقف اتنصب عليا فيه. انا وزوجتي كنا واقفين قدام سوبر ماركت شيك ولقينا واحد كده محترم نازل من عربيه حديثه وسالنا عن اقرب مكان لشركه محمول علشان معاه هدايا، هدايا مجانيه للعملاء يعني، وكان معاه سواق معاه هديه كده جايبها من العربيه وطلب مننا الفيزا والرقم بتاعها والباسورد بتاعها علشان يسلمنا الهديه يعني، وادانا الكرتونتين وطلع يجري بعربيته. طبعا الكرتونتين كانوا فاضيين، وعبال بقى ما نوقف الفيزا ونستسلم في البنك كان هو سحب تقريبا 50,000 جنيه. الله يعوض عليكي. يا نهار ابيض. بس انا اعزائي المشاهدين من المحادثه والمكالمه دي عايز اعرف، في ناس متعلمه ومثقفه للدرجه دي وبتقع في الاخطاء دي؟ وده اللي خلانا ان احنا نفكر في حل المشاكل دي. بس الموضوع ما بيوقفش عند مدرس وبس، موضوع بيقف عند يا زتونة. عادي يا خال، انا اعرف ناس معاهم دكاترة واعلاميين واتنصب عليهم. اعلاميين نصب؟ ماشي. قصدك ايه يا زتونة؟ مش قصدي. امال ايه؟ انت مش فاكر الشقة اللي انت اشتريتها من الراجل؟ لا 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 لا، انا مش فاكر حاجة، مش فاكر حاجة. استنى افكرك. لا ايه؟ لما انت اشتريتها من الراجل وطلع الراجل مش صاحب العمارة. فاكر يا زتونة؟ عادي، ايه المشكلة بتحصل يعني؟ عادي يا خال، خلي الناس تستفيد من جملتك. استفيد من ايه؟ من سرقتي؟ والله يا زتونة كانت نيتي صافية واتنصب عليا. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع تاني معاكم برنامج زتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد. ده أنا هطلع عينك. إيه يا زتونة أنت بتشربني يا ابني على الهوا يا ابني، عيب عليك. أنا خالك. عادي يا عم، استفادوا. استفادوا إيه يا زتونة؟ ما هو استفادوا مننا، ما احنا بننصحهم. يخلوا بالهم من الحتة دي يعني. حد ينصب عليها؟ حد دي جت على خالك يعني؟ ما انت اللي اتنصب عليك بس. ما اتنصب عليا يعني؟ انا يتنصب عليا وتضيع فلوسي في الاخر اتشرد قدام الناس؟ عادي بقى. ماشي. زي بعض. نورة يا حاجة. ونورك يا اخويا. والله التليفون حلنا فيه. نطلع نرجع تاني ولا نعمل ايه؟ قاعدة نرجع فاصل ولا نطلع خلينا في الفاصل؟ اودي فاصل ايه يا مدهول على عينك؟ عندك مداخلة تليفونية. تاني؟ هدخلها لك. دخلي يلا، انا اللي هرد المره دي. يلا دخلي. ها ها قولي اكشن. ها اسمع اكشن. يلا 3-1-2-4 اكشن. يرحمكم الله. الله يحرق. اعزائي المشاهدين ورجعنا تاني بعد الفاصل، واهلا بكم في برنامجكم اللي صدعناكم بيه باسمه زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. يا خير جدع عادي يا زتونه. طيب دي بتاعتك. اعزائي المشاهدين عايز اقول لكم ان في تليفون. الو ايوه، مين معانا؟ نتعرف بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك. اهلا، اتفضل يا استاذ علي. ممكن اعرف ايه مشكلتك؟ ايه الحكايه؟ لا انا مش عندي مشاكل، انا بس كنت عايز اعرف حكايه الشقه اللي اتنصب عليك فيها يا وليد. اوبا اتشرف. استاذ علي كان الخط قطع، احنا اسفين الاستاذ علي الظاهر قطع عليه، كان عايز يعرف مشكله حل ال كمل يا زتون. مشاكل، حل المشاكل. حل المشاكل اكيد. شدوا الحلقه شويه، انا عايزه الحلقه تسخن. سخنه. يلا يا ماشي، احنا بعد كده نحط لها صبه تحت ولا حاجه نعليها فوق بدل ما. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم، ونرجع لكم تاني بعد الفاصل مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. والنهارده بعد ما شفنا كتر المشاكل دي وخدنا ملاحظ وقلنا ازاي نحلها، انا وابن اختي زتونه منور عدويه. نورك حبيبي. الله يخليك حبيبي. يا خالك اسمها خال وليد. خال وليد ما تفضحناش الغالي. شدوا الحلقه شويه، انا عايزه الحلقه سخنه. نار نار نار. يلا خش يلا. ده فرن بلدي ولا؟ اعزائي المشاهدين وفي نهايه حلقتنا النهارده في برنامجكم زتونه وخال وليد
لحل المشاكل اكيد. عايز اقول لكم تقدروا تبعتوا لنا كل رسائلكم على الفيسبوك على الواتساب، هتبعتوا لنا كل المشاكل عشان الحلقه الجايه نحل لكم مشاكل اكتر وحلقه تكون اسخن اكتر وتصبحوا على خير. مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. ايه يا رب انا قفلت الحلقه اهو حلوه ولا ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسك في ايه. هو انت نفسك في ايه؟ ونفسي ان انا احقق احلامي وابقى ممثله وفي نفس الوقت هموت واطلع ظابط. يعني لو بطلنا نحلم نموت يعني، بس الحمد لله بنحلم حلو قوي يعني. السنه دي انا نفسي اسمي يتعرف، اخد نفسي وافصح كل حاجه، ان انا اعيش مبسوط واموت وربنا راضي عني. لا مفيش، لا مش موجود، لا ما تلاقيش. ما بتحلمش ليه؟ ما بتنامش؟ ابقى رجل اعمال. اعمال؟ هو احنا فينا من السحر والشعوذه؟ خلص جيش على خير. مش عارف الصراحه، مش عارف، بس ابقى حاجه حلوه. كل واحد فينا اكيد عنده هدف، طب يا ترى ايه هو هدفك؟ الهدف العام في الحياه ان انا اول حاجه ابقى راضي ربنا يعني. هدف هو التمثيل. يا راجل مش عارف الصراحه. ايوه اللي هو ازاي يعني؟ كل ده يعيش في سلام وامان. ماشي، ولادي احسن في احسن حياتي. اوصل لمكانه كويسه يعني، مش ابقى ممثل مشهور ونجم سوبر ستار يعني، نفسي ابقى ممثل كويس يعني، نفسي يشاوروا عليا يقولوا ممثل كويس. اكيد مفيش اكوس من اللي احنا فيه. صراحة معايا حتة عجلة كده بتمنى تبقى لانج روفر السنة الجاية. ايه ده؟ معقولة؟ ان اختي ترجع لي. في الحياة؟ ان يبقى لي اسم. باذن الله هنطور نفسنا ان شاء الله في السنة الجاية باذن الله يعني. ماشي. انا كان معايا توك توك وبعته. هدفي اني ان شاء الله احقق امنياتي اللي انا بتمناها، ان انا اكون حد في جدار الشغل يعني، في شغلي اكون حد ناجح. ويا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، واشوفكم في حلقه تانية. باي باي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية من القلب واللي متابعينا كمان على قناة ايجيبت وان. النهاردة من خلال مسابقتنا الغنائية هيكون معنا مجموعة من الشباب الصاعد واللي هيسمعنا أغاني لزمن الطرب الجميل، واللي هيكون الحكم الأساسي في نجاح الفائزين إن شاء الله معنا هو حضراتكم من خلال دعمكم والكومنت كمان المشاهدات بتاعتكم واللايك. كل ده وهنشوفه مع بعض على ايجيبت وان. ودلوقتي هنسمع معاكم عمرو نعيم 27 سنة. قلبي اتغير من ناحيتها، ما بقاش ليها في قلبي مكان، واما بتيجي في ايدي صورتها ما بشوفهاش ليها انا زي زمان. كنت بخاف ما اعرفش انساها، لكن بتنسي الايام. قلبي اتغير من ناحيتها، ما بقاش ليها في قلبي مكان، واما بتيجي في ايدي صورتها ما بشوفهاش ليها انا زي زمان.
بخاف معرفش انساها لكن بتنسي الايام ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحساس لما ما اشوفهاش ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحساس لما ما اشوفهاش ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحساس لما بشوفهاش ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش لكن دي الدنيا ومين اتعلم ببلاش ما بحن لهاش بعدي خلاص بالنسبة لي تيجي سيرتها كده او ما تجيش فوهني اوان اللي جراني حبها ده حكاية ما تلزمنيش وإذا نبت في الماضي وهقدر من غير اني اعيش ما بحن لهاش وبقيت بتغير للاحساس لما ما اشوفهاش ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش ما بحن وبقيت بتغير للاحساس لما ما اشوفهاش ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش لكن دي الدنيا ومين فينا اتعلم ببلاش. ورجعنا لكم من جديد وهيغني معانا محمود عشوش 14 سنة. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر مليان عيوب ولا خاني من الذنوب ولا مليان عيوب ولا خاني من الذنوب ولا ايه ولا انا جوايا ومش داري نتنم ببعض وتلتمية حاجة وملهمش دعوة ببعض ولا انا جوايا ومش داري Thank you.
فيهوش طريق بورق ولا الزمن ده انا فيه اضعف واحد على الارض انا منو فين الاقيه مفهوش طريق بورق ولا الزمن ده انا فيه اضعف واحد على الارض مليان عيوب ولا خاني بالذنوب ولا مليان عيوب ولا خاني بالذنوب ولا ولا ايه يا مدد جد 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 يا مدد جد عالراس عالراس طبول يا مدد جد جد يا مدد جد عالراس عالراس طبول خلي اللي يقول يا بايا خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول يا بايا يا بايا مشاهدنا في كل مكان، يا ريت نكون انبسطنا النهارده من الاصوات اللي سمعناها. لسه في اكتر واكتر، تابعونا على ايجيبت وان. زتونه زتونه وخال وليد مشاكلهم اهي بالعبيد وحلولهم ولا هي بتنفع اونطه ولا بتفيد ويومات ناقر ونقيد
الكل يطير. أكشن. احنا في كل حاجة راشقين ومشاهدتنا بالملايين، نمشي في أي حتة ترن ولا حد عارفنا مين، نمشي في أي حتة ترن ولا حد عارفنا مين. احنا عطاولة واسألي عنا، كله بيسأل عن أخبارنا، نجومية والشهرة دارنا، نفشل حتى نيوم فكرنا. الكل يطير. أكشن. امشي يا واد روح روح بلا وكسة، شكلك بق طالع من حادثة. امشي يا واد روح روح بلا وكسة، شكلك بق طالع من حادثة. شهرة ايه احمد يا منيل، هتخرب بيتنا والله حاسة. شهرة ايه احمد يا منيل، هتخرب بيتنا والله حاسة. الكل يطير. وفات انتيها ما بينا وبصوتها الكل يطير. أكشن. جاهزين؟ جاهزين. سري زفت طوال. أكشن. الله يخرب بيتك، مش كل يوم نغير عدسة كاميرا. أنا اللي هقول أكشن. أكشن. يلا خش على طول. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم زيتونة وخال وليد لحل المشاكل. أكيد أعزائي المشاهدين، النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة هنحل شوية مشاكل تهم ناس كتيرة جدا، كبار السن، أوساط السن، أطفال السن، يعني الصغيرين. يلا الصغيرين، لأنها بتهتم بالشباب والرجاله والستات، حتى العيال الصغيره. اقسم بالله ده عيال بيكسبوا ذهب منها. اعزائي المشاهدين، الحلقه النهارده بتاعتنا احنا ازاي تبقى مشهور. هنقول لك ازاي تبقى مشهور، الدنيا مقلوبه كلها في كل حته. فهنعرفك ازاي تبقى مشهور في حلقه النهارده، تابعونا بعد الفاصل. اها واوعى تفتكر. تفتكر ايه؟ ما طلعنا فاصل. انت بتقرا ايه؟ طلعنا فاصل. ايوه يا ابني، ما اللي ذاكر ذاكر، ما قاعده اهي بقى. اسمع من كده، انا عايزه الحلقه ضرب نار نار نار. اهي ده اللي هي فالحه فيه، نار نار نار، قرفانه نار 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 في عز الشتاء. حاضر يا استهاني، مين فينا اللي هيرجع فاصل، انا ولا هو؟ انتوا الاثنين. احنا الاثنين مع بعض. اقسم بالله جديده، انا راجل اعلامي يا ديب، حرام عليكم. اقسم بالله جديده، اتنين يطلعوا مع بعض هنعملها. يلا يا ابني، يلا 3 2 1. اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بيكم في حلقتنا اللي هي نار نار نار، ازاي تبقى مشهور مع برنامجكم زيتونه وخال وليه لحل المشاكل. اكيد حلقه النهارده ازاي تبقى مشهور، هنبتدي نقول لكم على الخطوات. اول خطوه ازاي تبقى مشهور، دي مش عندنا، لان الشهره على ايامنا كنت لازم تقرا شعر وتثقف نفسك، تقرا لك 19 كتاب علشان تقدر تكتب كلمات اغنيه وتعبي شريط، وتبتدي من بعدها تتسمع وتروح لحميد الشاعري ويبتدي ياخدك معاه في الجروب بقى كده بقى، وتبقى نجم التسعينات ونجم ايوه يا ابني ايامنا كنت لازم تعبي شريط. تعليم اه خير. امال ايه؟ واطي كلم ايه؟ براحتك كده. اتكلم براحتي ايه؟ ابقى مشهور لما اتكلم براحتي؟ طب اتكلم، طب ما انا بتكلم براحتي ما اتشهرتش. زعق. ازعق ابقى مشهور؟ اعزائي المشاهدين، أيوة انا كده ابقى مشهور؟ طب الناس يتشهروا ازاي وهو قاعد في البيت يزعق يبقى مشهور؟ يعمل ايه عشان يتشهر يا زيتونة؟ خلينا مع السرير. ايه؟ خلينا مع السرير. مين اللي نام يا ابني؟ احنا الحلقه، الله يخرب بيتك، عايزين نطلع الراجل عايزين نقول للواد ازاي يبقى مشهور والست تبقى مشهوره. خش يعمل ايه يا زيتونة؟ يلا خش قول. انا اللي اقول؟ اقول. ما انت ما انا بقول اهو، ايامنا كنا بنعبي شرايط ونقف وتشيل الكاسه الدبل كده على كتفك وتمشي على الكورنيه. اه في التسعينات والله. يلا والشورت الشرعي ده وبتاع، كنا رمشين يا ابني. اه والله العظيم. دلوقتي بقى انتوا بتعملوا ايه عشان الواحد يبقى مشهور يا زيتونة؟ واتس مسنجر فيس كده يعني. الفيس بيشهر؟ اه. وايه تاني؟ زي ما انت عارف بقى، تقديم. يا ادري زي ما انت عارف، انا بكلمك كلام قله ادب.
ليه نخرب بيت سنينك اللي زي ما انا عارف؟ ايه من البرامج بتعملوها تبقى مشاهير؟ انا هستضيفك يا زيتون. اعمل على الفيست وخش تجيب رقم. ايه؟ على الفيست وخش تجيب رقم. انت دخلت في حلقه ثانيه الله يحرقك. ده الحلقه الثانيه بتاعت رقمها دي بتاعت ازاي تعاكس وتجيب نسوان. لا احنا في الحلقه دي عايزين نعرف الناس ازاي تبقى مشهور. ماشي يلا. ماشي قول لنا بقى ايه بقى ازاي تبقى مشهور؟ اعمل ايه عشان ابقى مشهور؟ تعمل. انت يا زيتونه عن نفسك قول لي لما جيت حبيت تتشهر من فتره عملت ايه قبل ما نفكر نعمل البرنامج؟ فكر مع نفسي تخش تعمل ازاي كده يعني. فكر مع نفسك عملت ايه يالا؟ انت مش عملت اغنيه؟ عملت اغنيه. نزلتها فين؟ على اليوتيوب. طب ما تقول يا ابني في حاجه اسمها يوتيوب وفي اسمها انستجرام وفي فيس. ايوه فيس. وايه تاني؟ واتس وتيك توك. ايوه والتيك توك اللي منعها هتبقى منوره يا حاجه. منور منورك يا اخويا. اقسم بالله ما بهدلانا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع تاني لغايه ما هنلملم الحلقه مع بعض كده اهو من الزروطه دي. وانتظرونا مع برنامجكم زيتونه وخال وليد. حل المشاكل اكيد. الله يحرقكم. كنت الجوز لحد حافظ ولا حد ابنك يا جدعان؟ مش كده بقى، مش كده. ابوس ايديكم. سالف على ازاي وسالف القميص يعني مش من فلوسك كمان مستلفهم؟ اي عايزه تشيل تشيل ماشي. طب اعمل ايه؟ طيب ما انا في التسعينات. جبت طقميه بتاعتك كده. طقميه؟ اسمها طقميه؟ مال. ماشي. يلا يا وليد الراجل رجع من الفصل وحافظ. ابدا انا عايز الحلقه. نار نار نار. ايوه نار نار نار. هنلم من تحتيك كده. المهم رجعنا من الفصل يا زيتون. دي عايزاها نار. ورجعنا لكم بعد الفصل من برنامجكم زيتونه وخاله وليد لحل المشاكل اكيد. اعزائي المشاهدين علشان تبقى ازاي مشهور احنا في الفاصل ركزنا على شويه حاجات. هيبتدي اخونا زيتونه يشرح لنا تجارب من الناس المشاهير اللي احنا بنحبهم وتعودنا نسمعهم في الفتره الاخرانيه. اتفضل يا اخ زيتونه. يا ابن ممكن أخويا. تكون فاشل وملكش اي 30 لازمه. ايوه. وقال لك قيمه. ايوه. توقف واحد تغني وصوتك منتن. منتن؟ منتن. واحد واقف لقمك كلام. لقمك؟ وفي الاخر تطلع ترند. ترند؟ انت بتلقح على مين يا زيتونه؟ على ولا حد. يا ابني مش عايزين نقفل البرنامج في اوله. الله يخرب. مش كده بقى، مش كده. ده احنا ما صدقنا قعدناها في الارض. مش عايزينها تقول نار. اعلى يا زيتونه اعلى. مين تاني من المشاهير يا زيتونه؟ ها؟ اللي مين تاني؟ مين تاني بيعمل ايه؟ زحمة. اقول لك انا. يا تقرا يا قول. انا هقول. انا قول. سيب الطلعه دي. حياه النبي. ماشي. اعزائي المشاهدين في الفتره الاخيره وزي ما انتم ما شفتوا وللاسف كبار الاعلاميين الزملاء يعني بيستضيفوا المشاهير اللي بيتعملوا دول. وانا كنت بعاتب عليهم في النقطه دي ان هم بيبقوا اعلاميين كبار ويستضيفوا مشاهير من بتوع التيك توك واللي هم طلعوا كده يعني. ولكن مش هنلوم عليهم. انا عارف ان انتوا هتلوموا عليا عشان انا جايب معايا ابن اختي زي ما الاعلاميين بيجيبوا معاهم. بتلقح على مين يا هلا؟ بتلقح على مين؟ ده ما بيعرفوش يتكلموا. اقسم بالله اقسم بالله بيتهتهوا يا جدعان. ما انا عارف. والله العظيم اعزائي المشاهدين بيتهتهوا وبيلقموهم وانتوا بتضحكوا عليهم. وهكلمكم جد بقى المره دي. انتوا بتشوفوا الحاجات دي وبتضحكوا وبتطلعوهم ترند وهم يعلوا واحنا ننزل. هم يعلوا واحنا ننزل. هم يعلوا واحنا ننزل. اعزائي المشاهدين هنرجع فاصل مع تونا الليمونة. استنونا. ماشي بعد الفاصل. تعبت يا ابني. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفاصل في الحلقة بتاعت النهاردة. كيف تكون مشهور؟ إزاي تبقى مشهور؟ ومعانا اتصال. نقول ألو. مين معايا؟ فايدة إبراهيم متبة. أهلا بيك يا فايدة إبراهيم يا متبة. أسيبك يا أستاذ وعيد. أيها يحفظك. أمويني. يعني هي الشهرة يعني قلنا إن أنت رأيك إيه كده؟ ايوه يعني قولي لي انا عايز اعرف ايه رايك في موضوع الشهره النهارده يا فريده. كوسه صح وياه ايه يا وسطه. ايه ده؟ ايه
انت لدغه وخلصه ايه يعني واسطه بس هو ايه بياخد قبضته يعني ايه الاصوات الكويسه يعني واسطه ايوه ايوه قصدك يعني بيطلعوا بالوسايط ايوه ايوه فهمتها فهمت بقول لك مش فاهم ايه مش فاهم فريده مش فاهم فريده والنبي تلاقيها بتغني يا فريده ولا ليكي تجربه في الاغاني قبل كده يا فريده ولا حاجه نفسي وياها يا استاذ وليد طب ممكن بس... تسمعينا حاجه يلا سمعينا يا فريد ما يحقك تمشي وتتدلع ولا إديها. تسال فيا اديها اسك قدامي اصي ولا زيك واحده في المية الله حلو. الله الله انت بقى بص للكاميرا يلا مظبوط كده مية مية حصل أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا بيكم في حلقة النهاردة كيف تكون من المشاهير في برنامجكم وليد وزتونة في... لا البرنامج اسمه في برنامجكم زتونة وخاله وليد لحل المشاكل كده أعزائي المشاهدين أنا قاعد مستني أهو مساء الخير يا أستاذ وليد مساء الخير يا عمك ابراهيم انا جايب لك قهوه عشان تروق دماغك الله يحفظك يا عمك ابراهيم حاسس بيا الله يحفظك ايه ده يا عمك ابراهيم ده الكوبايه فاضيه انت جايب لي قهوه مشروبه قبل كده يا عمك ابراهيم جاي تشتغلني بقى احنا مش عارفين نكمل البرنامج اصلا انا خايف على صحتك خايف على صحتي الله يبارك لك يا عمك ابراهيم قول خد السجاره دي بعد البرنامج اشربها شاكرين يا عمك ابراهيم الهي ربنا ما يحرمني من بقك بقك ده النبي بقى ما تنجز يا استاذ وليد النهارده اليوم بيضيع والشمس بتدهنني يخرب انا سمعتي هتضيع في السوق واسمي خلاص اسم ايه اللي بيضيع وشمس ايه اللي بتضيع ياللي تتشك في نظرك ده احنا في بلاتو في بلاتو انت حافظه مش فاهمه بلاتو بلاتو يلا انا عايزه الحلقه نار 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 حالا حالا نرجع الفصل زتونه ترجع من الفصل ولا رجعنا ارجع يلا رجعنا يلا أعزائي المشاهدين أهلا بكم ورجعنا بعد الفاصل لأن الفاصل الأولاني عم إبراهيم دخل شربني قهوة وحلقة النهاردة كيف تكون من المشاهير زتونة إحنا عرفنا دلوقتي والمشاهدين عرفوا إن إحنا علشان تبقى مشهور لازم تعمل تيك توك ويوتيوب زي ما أنت ما قلت وفيسبوك وإنستجرام تعمل إيه بقى في التيك توك بالظبط يعني اللي أنا أعرفه خالك بتختار اغنيه بس انهي نوع اغنيه اللي تشهرني اكتر يبقى معايا كاركتر ما يبقاش معايا كاركتر اعمل ايه اعمل ايه قول يا ابني وفيد الناس نزل فيديو على التيك توك ايوه شهر بيه بس كده ما انت عايز ايه تعملت ايه تاني اعمل ايه كمل الله يقطعك اختار كاركتر اختار عربيه نقل زي اللي قاعده دي اعمل معاها لا دي مقطوره كده اشهر مقطوره ماشي ماشي اختار كده ايه اختارها واطلع بيها يا عم اختارها اختار اطلع بيها حاضر اعزائي المشاهدين واحنا في الحلقه دي جالنا رساله من الاخ احمد عوض الله عضعودي دي عضعودي بيقول فيها انا صرفت كتير قوي في السوشيال ميديا عشان ابقى مشهور وفي الاخر مفيش حد سمعني في عيلتي حتى عيلتي لما سمعتني قرفت مني وقفلوا السوشيال ميديا وقاطعين الواي فاي علينا يا اخ عضعود ما تيأس اوعى تيأس ناس كتير بتعمل حاجات كتير ملهاش اي 30 لازمه وبتتشهر اخ عضعود تابعنا وهنقول لك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه تعمل ايه وتابعنا على الرسائل اعزائي المشاهدين وفي نهايه برنامج النهارده زتونه وخال وليد حل مشاكل اكيد نحب ننصحكم ونقول لكم الشهره ما كانتش على عواميد ثابته مش هتبقى نجم ولما تطلعها سلمه سلمه اسمع الكلام القديم تطلعها سلمه سلمه هتتقل فوق وتثبت انما ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع وإحنا ما عندناش طير وقع إحنا عندنا دبة وقعت ومن ساعتها أقسم بالله معرفين أول أقسم بالله معرفين أول من أول التصوير أعزائي المشاهدين أهلا بكم نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع برنامج زتونة وخاله وليد لحل المشاكل أكيد
اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسك في ايه. بس المره دي بجد نفسي اعرف نفسك في ايه. نفسي الكورونا تمشي. نفسي الناس تعرفني مش اكتر. انمي موهبتي واوصل رسالتي. عايزه ابقى مبسوطه واجيب اللي انا عايزاه. ويكون في سلام في البلد ويكون في محبه بين الناس وبعضيها، بس مش اكتر من كده. والله عايزه اسافر. بس المرة دي بجد انا جايبه لكم حاجات اخطر بكتير من المرة اللي فاتت. ما تيجوا نشوف. فوق الخيال بقى حاجة كده، وانزل بقى في الشارع بقى وكده واجري استخبى بقى منهم. معرفش انا مش عايز امشي في الشارع اصلا. يوم بحلم وانا في السرير، بحلم وانا نايم بحلم. ما عادتش فرقة كتير. نفسي احقق حلمي الصراحة. ابن حلال والله. اطور من نفسي. ولا حاجة. طب ده انا اقول له ايه بقى؟ الواحد تشوف شغلانة كويسة بتاع. ان اختي ترجع لي. يا رب كلنا نحقق أحلامنا. إيه هو حلمك؟ والله أنا كل يوم بحلم يا فندم. يعني أطلع ظابط؟ لا بحلم بس مش الأحلام يعني اللي هو ممكن أكون ناسيها. صرت روح كأس العالم وتجيب البطولة. 2022 دي تكون سنة سعيدة علينا كلنا جميعا. ابن حلال والله. إن أنا بقى إنسان كويس يعني. أمثل قدام ناس حبايبي كتير قوي، يعني ناس عمالقة كده في التمثيل، وكل واحد ليه شرف إنه يقف قدامهم. تقول لي إحنا شفناك في كذا يعني. إني أوصل اللي أنا وصلت لمجالي واشتغلت فيه. لاند روفر. اللي بيسعى ورا هدفه أكيد بيحققه. أوصل للمكان اللي أنا عايزه. أكون ممثل. ممثل. أوصل موهبتي للناس. أبا سباك. هي موجودة بس مش موجودة، يعني عارف أنت اللي هو إيه. هم حاجات كتير في دماغي الصراحة. أبقى مبسوط وخلي والدتي مبسوطة وأخويا مبسوط. هو دلوقتي حالياً؟ لا مش موجود. شكراً ليكم على الدقايق اللي قضيتوها معانا، وأشوفكم في حلقة تانية. يلا سلام.